أيضا افتتاح مطار جدة بضم الجيم الذي طال انتظاره، والحقيقة أنه اللغوي أنه متحفظ على كلمة مطار، ليس في اللغة كلمة مطار، هو يا مطير يا مطير، يا مفعل يا فعيل، لكن مطار أبدا لا توجد في كتب اللغة. فحنا نمشي من قاعدة الصواب، الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور، هذا من الصواب المهجور. أيضا من والله تراني أنا دائما أختلف مع هذه القاعدة، يعني إذا أنت تتفق معها. لا أنا ماشيكم، أنا والله مسيركم، لأنه لو بدقق في اللغة كان فصلتكم، لأن الصواب يظل صواب يعني. أكيد خطأ الشائع، أنا قلت لك ارجع للقاموس، وبينه وبينك الساعة هدية، إذا كان الكلام فيه في القاموس جديدة. اللغة أي طبعا، إذا في قاموس اللغة مطار أصله ما هو موزون أبدا، كلمة مطار هي مطير أو مطير، لأنه هذا فعل ثلاثي، والثلاثي اسم الزمان والمكان يساق على وزن مفعل. أنا اختلافي مو مع الأصل الكلمة أو عدم أصلها، مع الجملة الشائعة أنه خطأ شائع خير من صواب غير شائع. يعني دائما الناس يقولون مبروك مبروك عليك، بالذات مبروك عليك كلمة سيئة، هي مبارك. أيضا منتزهاتهم يقولون منتزهات مشاريع ومشروعات ورئيس ورئيسي، يقولون تجربة وهي التجربة إلى آخره. بعدين الشيء الثاني